من الشمال للجنوب، من جنوبنا الطيب إلى شمالنا الراقي، إلى وسطنا الطيب العذب، إلى عشائرنا الأصيلة، إلى كل إخوان المواطنين وكل القوات الأمنية بالحشد الشعبي بالحرس الوطني بالسوات بكل المجالات، حتى موظفين بالدوائر. أتمنى منكم إنه الفرحة مالكم ترتقي، لأن أعتقد الإطلاقات النارية تأذي بعض المواطنين، يعني تأذون من هذا، هذا يؤلمنا ويؤلم عائلة، يعني ما فرحتي أنا بهذا اليوم. أتمنى كل العراقيين يفرحون بفوز المنتخب، لأن هذا هواية يسعدنا وهواية ينطينا قوة ودعم للمنتخب العراقي. أتمنى نرتقي بالاحتفال مالنا، نتونس، نطلع للشوارع، نتحارب بيناتنا، إحنا شعب واحد، إحنا إخوان، ويا ربي دائما نكون إخوان والعراق كله يكون واحد وشعب واحد. من كرادنا، من شيعتنا الطيبين، من سنتنا الذهب، من مسيحنا أهل القلوب الصافية، من يزيديننا وكلدانيين وعاشوريين وكل طوائفنا وكل الدول اللي يجون يمنا خطار، ننطيهم درس إن إحنا نحتفل احتفالنا بمنتخبنا أو في أي مجال إن يكون احتفالنا راقي. أتمنى تصل رسالتي لكم، لأن أعتقد عائلة تأذي عائلة عراقية، وهاي العائلة العراقية من يتأذى واحد منهم أكيد ما راح يفرحون بهذا اليوم، وهذا يأذينا. أتمنى من رب العالمين أن يصل كلام للجميع، وأنا أخوكم يونس محمود لاعب المنتخب العراقي، أتمنى أن رسالتي تصل لكم تكون احتفالنا راقي إن شاء الله، سلاما وبردا، بردا وسلاما على الشعب العراقي. وصلنا من جمهورنا الحبيب، من مشجعينا، وكنا ان من فوز المنتخب، احنا يعني احنا نريد نفرحهم، احنا يعني لاجلهم نلعب كره قدم، هي البسمه الوحيده على وجوه العراقي. من فوز المنتخب ان يحتفلوا باحتفال حضاري، يعني يطلعون احتفلوا رقصوا شجعوا، بس بدون اطلاق نار رجاء، بس بدون اطلاق نار. الله يخليك، يعني احنا نفرح الشعب، الشعب مو يموت بسببنا. شكرا. ايدي اخويا السلام مناصير، نحب نبارك للشعب العراقي الفوز ونقول لهم احتفلوا وش تحبون تسووا تسووا، بس ابتعدوا عن اطلاق النار العفو، لان ده سبب بعض المشاكل للشعب العراقي. مثل ما تعرف احنا سمعنا انه اكو بعض الاشخاص استشهدوا وانصابوا، هذا تاثر علينا هذا الشيء. بالعكس احنا جاي نفرحكم، احنا بدعواتكم نفوز والله ينصرنا، ولكن ابتعدوا عن هذا الشيء رجاء اخوي. شكرا جزيلا. شوف يونس يتحارش بيه ترى. المنتخب العراقي، شنو كلمتك للجمهور العراقي بضروره الاحتفال بعيدا عن الاطلاقات الناريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه احنا من خلال اجتهاد، من خلال توفقنا، هو دعاء لبها، دعاء لما، دعاء اخوتنا بالعراق كذلك، شلون يعني انت ما يدعوا لك بعد. انا صراحه يومين ثلاث ايام قابلوني ويقولون صراحه اريد المنتخب يخسر، شلون كذلك شلون بعد تتوفق اذا المنتخب يخسر؟ لذلك اطلب من الجميع، اطلب من الكل عدم اطلاقاتنا، لان هاي اطلاقاتنا تسبب مشاكل للعوائل، واحنا ما نريد تسبب مشاكل للعوائل. احنا صراحه نقدم فد شيء يفرح العراق، مو يسبب لهم مشاكل، لذلك احنا نطلب منهم عدم اطلاقاتنا صراحه. صديقي وحبيبي سامي ناصي، يعني عدم الشعب العراقي يعني يبتعد عن الاطلاقات الناريه، يعني جاي تاثر على الشعب العراقي، ونتمنى يعني يكونون بعيدين عن هاي الامور ويحتفلون يعني بغير اشياء غير الاطلاقات الناريه، يعني بصفقوا هالهوله ان شاء الله، ويتمنون الفوز ويدعونا ان شاء الله ونفرحهم ان شاء الله فرحتنا الكبيره لهم بالكاس ان شاء الله. فايزين ان شاء الله؟ ان شاء الله فايزين بالله سيما. زين اوقف هسه سوي توقعات. صراحه حبيت انوه على شغله مهمه جدا، اتمنى من عندكم بدل ما تطلبون العيارات الناريه بكل مباراه، اتمنى من عندكم انه تدعونا، لانه بصراحه محتاجين دعواتكم في كل مباراه. تحياتي لكم، شكرا جزيلا على العيارات.